السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير. عنوان الحلقة: رامز جلال مجنون رسمي. طبعا الموضوع ده أنا لازم أتحدث فيه. ليه؟ لأنه له علاقة وثيقة بنفسية الأطفال في المنازل، له علاقة وثيقة بنفسية الأطفال في المنازل. طبعا رامز جلال بيركب على شعبية الضيوف، بيجيب ضيوف مشهورين جدا علشان يركب على شعبيتهم ويعلي مشاهدات البرنامج بتاعه. أدي حاجة. تاني حاجة، متفق تماما مع كل النجوم ومقبضهم، اللي واخد نص مليون واللي واخد مليون كامل علشان يعملوا الحلقة دي. لأن ببساطة لو حد خد الفيديو ده، وده دليل موثق، يعتبر دليل موثق أمام الناس، فده يعتبر قضية إكراه بدني وتعذيب، هيتسجن فيها طول عمره، وده ما بيحصلش. بدليل كده إن الناس دي كلها قبضة، الناس دي كلها قبضين، وده مجرد سيناريو. لكن تأثير هذا البرنامج على نفوس الأطفال اللي هم بيفطروا بيتفرجوا على هذا الكلام، هذا الكلام يورث في نفسيتهم السادية والتعذيب، بيعلمهم السادية والتعذيب. والمفروض الكلام ده ما يتعرضش على شاشات، ويجرم من يعرضه، يجرم من يعرضه. هذا البرنامج يعلم السادية والتعذيب، ويورث العقد النفسية داخل الأطفال من صغرهم. الشاشة أشد نوع من أنواع التعليم، ده تعليم بالقدوة. شايفين فنان بيعمل كده، هيبتدي هو عشان يعبر عن ذاته يعذب اخواته، يعذب اي حد في المجتمع. انا حلو، قول انا كويس، قول انا باشا، بوس رجلي، كل دي حاجات في منتهى الخطورة، وتورث امراضا نفسية في منتهى الخطورة. ممكن يبقى راجل كبير وبيعذب مراته، وبيعذب اولاده، بيعذب اصحابه. فخلي بالكم من هذا الكلام. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي رامز جلال. لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.